أظن يمكن بالنسبة لنا كان خصنا نلقاو واحد المسار اللي كنا خدمنا عليه بشكل كبير السنة اللي فاتت، كان صعيب أننا نرجعو المكان المفضل ديالنا ورجعو لا كومبيتيسيون اللي كنا تنحضرو ليها هذه السنوات. درنا أن كرون تيتر الحمد لله رجعنا، كانت عندنا مقابلة اللي كانت صعيبة لا في الفالي ديالها ولا في الوتور، خاص بلو محترم جدا المنضبط التكتيكي. نظن اليوم يمكن جرينا المقابلة، استطعنا أننا نفوزو بها وهذا الأهم. كنظن واحد لوبجيكتيف اللي هو صغير حققناه، دابا غندوزو للأهم. كنشكر اللاعبين، كنشكر المجموعة، الحمد لله هذا هو لوبجيكتيف. أون بروغريس بتيت أ بتيت كيما قلت أشاك فوا، حنا في بداية ديال الموسم. مهم جدا اننا نربحو مقابلات من هاد النوع، مهم جدا اننا تزادنا الثقة وكنا حنا غادي في المسار الصحيح. انه العادي هو انه كيما درنا غادي يكونوا شي حوايج، غادي يبانوا لكم شي حوايج ما تيبانوش لنا، وهذا كنظن حق مشروع. بان لك اننا لعبنا في السماء، لعبنا في السماء ودينا ربحنا ماركينا وربحنا ودزنا لدور المجموعات. ويلا كنت غادي نلعب في السماء انا ما نكرهش نقلب كاع الكومبيتيسيون في السماء وربح الماتشات. قضية صغيرة، هدف لي هو صغير. نظن حنا بالنسبه لنا طموحنا اكبر اكيد، الناس ما داروش فيها الثقه ولا باش نفرح بحال هادشي. كنظن هذه مساله عاديه كان خصنا نتقاتلوا عليها. كنظن المقابله كانت كتلعب على جزئيات كيف كاع المقابلات. شي با علاش الناس كيبان لهم بانه راه بحال انا عندي تبرك انا مع الدخول وغتلعب ضد الخوه، ما كاين ادفيرسير، ما كاينش خصوم، ما كاينش لعابه، ما كاينش مي سي كوا سيت مونتاليتي. واش كيحسب لكم كنلعبوا مع الخويا؟ الفو ريسبكتي لي جون، ريسبكتي لي ادفيرسير. اي بوي حنا دزنا العام اللي فات مرحله انتقاليه، جبنا لاعبين سي فغي، ماشي بوحدنا اللي جبنا اللاعبين، راه كاع الفرق الوطنيه جابت لاعبين، اللي جاب 10، اللي جاب 12، اللي جاب 13. علاش بغيتوا تحملوا هذه الفرقه اكثر من الطاقه ديالها في البدايه؟ جو سي بانه كنفهم لانه بوتيتر بغيتوا تجروني نلعب اللعبه ديال لابريس، مي سي نورمال، صافي بارتي من الخدمه ديالي، جاسوم. مي اغيت كنظن هاد الفرقه محتاجه للدعم، وكنظن الدعم راه كتشوفوه في الجمهور اللي حاضر معنا. مادام كاين الجمهور، مادام كاين الثقه ديال المسؤولين، مادام كاين الثقه ديال المجموعه، لو غيست ما تيهمنيش. اللي تيهمني هو الفرقه ديالي دير دي ريزولتا اي اون بروغريس وبشويه ايتاب بار ايتاب. بغيتو تريبو هادشي في البدايه كخوايي موا اوني سوليد بلوس كو سا، باش تكون ميساج كلير لتو لو مون، اوني بلوس سوليد. وانا تنتبع لي برانسيب ديال الفرقه، نهضر بركان مبنيه على ليطا ديسبري دو جروب، على الاحترام ديال لو بروجي، وعلى اننا انفيستيو لو ماكسيموم. الا كتظنوا غندخلوا نربحوا بسهوله راكم غالطين. غنتعذبوا، نلقاو مشاكل، خصنا نلقاو لها حلول. الان عندنا واحد مجموعه اللاعبين كنحاولوا انا نخليهم يعيشوا مع بعضياتهم مزيان، يفهموا بعضياتهم في لو جو، يدخلوا لهم لي زوتوماتيزم ديال الخدمه. سا برون دو طون، انا ما كنلعبوش البلاي ستيشن دار حجره 11 وغيديروا لي كلهم بنفس الجهد، كلهم بنفس الفوا غيتي الفو الفو. خصنا شويه ديال، الا ما كانش غير لي انايا على الاقل على لو بروجي ديال النهضه. كنظن الا كان شي واحد تيبغي النهضه ما كنظنش كنظنش كما بامكاننا نكونوا كاع خايبين حتى الدرجه اللي غادي نشوفوا هذا الجو اللي هو بيسيميست. فوا غيتي اراكم تحترم، ولكن كنظن كتحاملوا على اللاعبين بحال انا تنشوف هي كرة تتلعب في السماء، ما عرفتش كي درتي تشفتيها كتلعب في السماء. بيان سور كي افي دي مومون ملي كتكون سو بريسيون تقدر تسوطي لي لين، لا بليبار دي طون نايسي دو جوي البالون. اي بوي ملي كتناقش مقابله كتناقشها بلي ديتاي ديولها، تقدر تعجبك تقدر ما تتعجبكش. انا بالنسبه ليا طون كو اون بروغريس هذاك هو المهم بالنسبه ليا. كلير خصنا نامنوا، الا كتامن وعندك واحد لونفي وعندك واحد الرغبه على انك تحقق اهداف اللي هي امتداد الاهداف اللي حققها النادي، ما خصناش نبقاو نديرو بزاف ديال الاعذار. مي اوسي خصنا نتقبلوا اننا ما كاينينش بوحدنا، غادي نلقاو مشاكل خصنا نلقاو لها الحلول. الفرقه خصها تطور، اللعابه خصهم يتطوروا. اي نوبلي با عندنا اللعابه اللي جناهم راه السن ديالهم صغير، دونك مازال عندهم واحد الهامش ديال التطور كبير جدا. دونك امون نافي بالنسبه لي انا مرتاح، مرتاح للمجموعه اللي انا معاها، مرتاح للنظام اللي حنا متفقين عليه وغاديين بيه. بي اللي مقلقوا اننا نكونوا منظمين واننا نكونوا كنديروا دي برينسيپ ديال الكلوب ديال النادي كنحترموها وكنحترموا المبادئ الكبيره ديال النادي، هذاك شغلو. مي طون كو جو سوي لا، انا بالنسبه ليا سي ليطا ديسبري دو جروب، سي لا فامي اللي حنا وسط منها،
سي لي زوبجيكتيف اللي عندنا خاصنا كنا نتقاتلوا عليهم لو غيست.